Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İhvani, ahavati, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tekabbalallahu salata ve siyama ve kıyam. Amin. Ramazan ve tevbe. Kullun nasi fi hajetin ila en yetubu ila Rabbil İzze Celle Celaluhu. Ve te'cilu tevbeti ithmun yehtacu ila tevbe. Kul insan fi hadil hayah يحتاج باش يتوب لرب العزة جل جلاله لأنه ما على بالوش متى يودع هذه الدنيا الفانية لينتقل إلى دار القرار ولا واحد عنده ضمانة متى يموت الله أعلم ربنا قال ولكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فالأجل لا يعلمه إلا الخالق جل جلاله قال الله تعالى في أي القرآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة النور الآية 31 ربنا يخاطبنا جميعا ويخاطب المؤمنين على وجه الخصوص ويأمرهم بالتوبة حدثنا ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن آثار المعاصي الآثار المدمرة للمعاصي ومن الآثار التي ذكرها أن العاصي يجد وحشة في قلبه الإنسان اللي يعصي ربي سبحانه عز وجل يحس بالوحشة في قلبه ومن آثار المعاصي أنها تضعف القلب والبدن وتكون سببا في تعسير الأمور الإنسان ليعصي ربي سبحانه عز وجل يحس بأنه في حالة من الضعف في بدنه وفي قلبه وأي عمل يديره يجده عسيرا صعبا هذه من آثار المعاصي ثم أن المعصية تورث الذل الإنسان الطائع يشعر بالعزة وبالقرب من خالقه والإنسان العاصي يشعر بالذل والمهانة نسأل الله العفو والعافية ربنا عز وجل ذكر آيات كثيرة في أمر التوبة فحينما يستخدم كلمة التوبة الراجع إلى الله خوفا من عذابه تائب والراجع إلى الله حياء من الله منيب والراجع إلى الله تعظيما له أواب والله يفتح باب التوبة وباب الرحمة أمام العصاة مهما كثرت معاصيهم ربي سبحانه عز وجل يلدي ثبورا من المغفرة يلدي ثبورا من الرحمة يوقذف يعصان السولسا قرسا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أو قاذ يعصان ربي أو قاذ غرقا لدنوف سن ربي ناسا لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأس من رحمة الله وتسيسترس الرحمة ربي الرحمة ربي ثوسع إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي عفو يك الذنوب ريخذن في نادم أمام الزييث أمام قريث أمام شويط أمام غطاس أكن فغول اللان تربي سبحانه يزمر ذي عفو أما كنينا ابن عطاء الله السكندري ذي الحكمة ينس لا كبيرة إذا قابلك فضله ولا صغيرة إذا قابلك عدله ربي سبحانه يعفو يك الذنوب أكن ملانت يكمل يناد إنه هو الغفور الرحيم ذيني مي نبي صلى الله عليه وسلم باش هذه الزود ينغ لحملان التوبة باش غيخذ مفوذا ثوفغ ربي سبحانه يناد في إيمانيس أستغفر ربي سبحانه ذقاس ميات مرة ربي سبحانه كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة
وفي رواية أخرى أكثر من 70 مرة وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم ولكن أراد أن يحفزنا جميعا إلى التوبة النصوح. ربي نادي القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سورة التحريم الآية 8. ربي سبحانه يتسمسلي المؤمنين السوالي المؤمنين إن يسن ثوبث ربي سبحانه التوبة النصوح والتوبة النصوح الخالصة المخلصة ثلاث شروط إذا كان الذنب بين العبد وربه وأربع شروط إذا كان الذنب بين العبد وغيره من الخلق. التوبة النصوح الشرط الأول ندم والشرط الثاني إقلاع والشرط الثالث عزم على عدم العودة إلى المعصية. الشرط مزوارو في ندم لقذي يندم المعصية يخدم يارس ربي لقذي ثوف. الشرط والسين المعصية يخدم إلى قتيج يقلع عن المعصية إلى قد يبعد في الله إلى قد يجانب. الشرط هو الثلاثة التوبة النصوح إلى قد يسعو العزيمة تقولي سيسعو الإرادة قد يسعو النية باش يريد سغلرة غير دنوفني يخدم ورب سبحانه ذو الغفور الرحيم. ما إلا فنادم يذنب يارس ذي كماس ذي ولتماس ذي الجاريس ذيونا من التسانسيد خلقيث إلى قص الشرط ويصاربعا الشرط ويصاربعا هذا شوث إلى قد يظلم السمح ذو قوينا أكن يظلم ما يتشى الحقيس إلى قد سير الحقيس ما يتشى في ذيو خدام إلى قد يروح سخدامني وثي خلاص وذي ظلم ذي السمح وقيد الشرط ويصاربعا رد المظالم إذا تعلق الأمر بالذنب بين العبد وغيره من المخلوقات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل جميعا توبتنا وأن يهدي العصاة إلى سواء السبيل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.